حلم ريبيكا كان دائما أن تصبح أما، لكن الأمر ليس سهلا لحاملات فيروس الإيدز في الدول الأفريقية. ورغم مرضها بقيت هذه الأم الكينية مصممة على الإنجاب. كنت أريد فعلا إنجاب طفل، وكنت أفكر أيضا أنه إذا كنت سأموت يوما فالأمر يستحق العناء. لكنها لم تنجب طفلاً واحداً وإنما 3 أطفال، لكن مخاطر نقل الفيروس إلى توائمها 3 أصبحت أعلى بمعدل 3 مرات. وخلال فترة حملها تلقت ريبيكا الأدوية المضادة للمرض لحماية أولادها منه، وبعد 9 أشهر ولدت ناتالي ونيكول ولينوكس بدون المرض. حين رأيت النتيجة السلبية للفحوصات بعد أول أسبوعين كنت سعيدة جداً، وحين رأيت الفحص الثاني كنت أسعد. والآن تعمل ريبيكا كمرشدة اجتماعية لمساعدة نساء أخريات مصابات بالمرض في كينيا، وهي تعلم أنها محظوظة جداً. ففي أفريقيا يعطى العلاج ل 45% فقط من النساء المصابات خلال الحمل. إنها أولوية مهمة لأنه أمر غير مقبول، يولد 400,000 طفل سنويا مصابين بالإيدز، في حين نعلم أنه في باقي أنحاء العالم لم يعد الفيروس ينتقل من المرأة إلى الجنين. وتقوم منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز بحملة لوقف انتقال المرض من الأمهات إلى الأطفال بحلول العام 2015، وتأمل في أن تؤدي إلى تأمين العلاج المطلوب لأمهات مثل ريبيكا.